ارتفاع ورا ارتفاع في البنوك المصرية اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي الكرام، يا رب تكونوا دايما بألف خير وكنتم لكم تحديث لحظي لأسعار صرف الدولار والعملات في مصر في البنوك وفي السوق السوداء فضلا وليس أمر. أتمنى تشرفوني وتنوروني باشتراك ولايك. أسعار صرف الدولار والعملات اليوم في البنوك الأحد 27/10/2024، سعر اليورو اليوم 52 جنيه 73 قرش، بيع 53 جنيه 23 قرش، سعر الريال السعودي 13 جنيه 1 قرش، سعر الدرهم الإماراتي 13 جنيه 30 قرش، سعر الريال القطري 13 جنيه 40 قرش، سعر الدينار الكويتي 159 جنيه 45 قرش، سعر الدينار الأردني 68 جنيه 91 قرش، البيع 70 جنيه 41 قرش، سعر الريال العماني 126 جنيه 89 قرش، سعر الدينار البحريني 129 جنيه 58 قرش، سعر الدينار الليبي 10 جنيه 14 قرش، البيع 10 جنيه 34 قرش، سعر الجنيه الاسترليني 63 جنيه 37 قرش، سعر الدولار الأمريكي 48 جنيه 86 قرش، بيع 49 جنيه 10 قروش. بشكر حضراتكم، السلام عليكم.